كان يا ما كان. كان في زمان ثلاث صحاب اسمهم طارق وشادي وعلي. الثلاثة كانوا صحاب قوي يا أصحابي، ودايما بيقضوا وقتهم مع بعض، بس هما كان فيهم حاجة يعني مش حلوة قوي. كانوا بيحبوا اللعب جدا وبيلعبوا في أي وقت، سواء الوقت ده مناسب ولا مش مناسب. في مرة كانوا على السفينة اللي هما عايشين عليها في الفضاء، فكل واحد منهم ركب طيارته وعاوزين يمشوا في الفضاء. باباهم قال لهم ايه ده استنوا هنا، رايحين فين؟ ما ينفعش تروحوا في حتة الدنيا خطر، انا مش قلتلكوا محدش منكم يخرج من هنا؟ ما تخافش يا اونكل، احنا هنروح بس نتمشى شوية كده وهنرجع بسرعة. يا بابا ما تخافش، انت دايما خايف علينا كده. عمو اوعدك ان احنا مش هنعرض نفسنا للخطر. بصوا انا خايف عليكم جدا، وانتوا على طول بتعملوا مشاكل، فيعني اقعدوا النهاردة هنا، مش لازم تخرجوا النهاردة. يا اونكل بقى لو سمحت احنا عاوزين نتفسح شوية. بص انا ممكن اعمل ايه بالطيارة بتاعتي؟ معقولة ممكن كل دوت وقف واسيب كل ده؟ لا انا عايزة اتفسح. يا عمو ما تخافش بقى، يعني احنا خلاص هنروح ونرجع بسرعة زي ما انت شايف اهو. يا بابا الله يخليك، سيبنا نتمشى شوية، انت شايف اهو الدنيا كويسة وما فيهاش قلق. خليني بس اتمشى شوية لما ارجع هقولك عملت ايه. طيب ماشي، مفيش حل غير ان انا اسيبكو. طيب بس ما تتأخروش. مش هنتأخر يا بابا ما تقلقش خالص. طيب يا ولاد خدوا بالكم من نفسكو، علشان بس السفينة اللي هناك دي اللي ناحية اليمين دي مش عايزكو تروحوا ناحيتها خالص، عشان دي ممكن تعمل مشاكل كتير وممكن اصلا تخطفكو جواها. وبابا طارق خد نفسه ونزل علشان يكمل الشغل بتاعه على السفينة بتاعته، وقال لهم اهم حاجة ان انتوا ما تتأخروش عن الوقت اللي انا قلتلكوا عليه علشان ما قلقش عليكوا. وفي نفس الوقت الولاد قعدوا يقولوا ها 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 اخيرا اخيرا حرية حرية، ده احنا هنجري ونلعب ونتبسط، يلا بينا نعمل شقلبازات، يلا بينا يلا يلا يلا. هوبا وجريوا علشان يلعبوا ويجروا في السفينة بتاعتهم في كل مكان في الفضاء. وطبعا زي ما اي اطفال مش بيسمعوا الكلام، قربوا كتير من السفينة اللي باباهم قال لهم عليها. بصوا 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 ايه اللي في على السفينة ده، يا نهار ابيض ده شكلهم ناس مخيفة قوي. ايه ده احنا مش قربنا زيادة عن اللزوم كده؟ ادي اللي بابا كان بيقول عليه، قال لنا ما تقربوش واحنا اللي ما سمعناش الكلام. بص 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 شوف العيال اللي هناك دول، ده احنا ممكن نخطفهم بسهولة زي اللي معانا دول. اهربوا اهربوا بسرعة يا اصحابي، الناس دول خاطفيننا، انتوا ايه اللي جابكوا قريب من هنا؟ يا كلبوب يلا بسرعة اعمل عليهم الشعاع، خلينا نخطفهم هما كمان. حاضر. يلا يلا يا نهار ابيض، الحقوا يا اصحابي يلا بينا نجري بسرعه، يلا 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 نرجع بسرعه السفينه. ادي اللي حصل وادي اللي كان، بابا قال لنا ما تجروش وما تروحوش المكان ده واحنا ما سمعناش الكلام. يا اونكل كان عنده حق يا خبر ابيض. طارق احنا هربنا منهم ولا ايه؟ ايوه ما تخافش احنا بنجري اهو، ان شاء الله مش هيمسكونا. يلا بسرعة يا علي، يلا يلا بسرعة نروح مكاننا على السفينة، يلا قبل ما الناس دولت يمسكونا. يا خبر ابيض احنا يا دوب هربنا منهم بالعافية. ما هو اونكل قال لنا كده واحنا ما سمعناش الكلام. معلش بقى عم هو كان عنده حق، شفت انا قلت برضو بابا دايما عنده حق، بس احنا ما بنسمعش الكلام يا جماعة. خلاص بقى خلاص اللي حصل حصل، ودينا هو رجعنا بالسلامة الحمد لله، ما حصلش حاجة يعني، بس كان لازم برضو نسمع الكلام بتاعه. ورجعوا الولاد على السفينة بسلام، بس طبعا بعد ما كانوا تعرضوا للخطر عشان ما بيسمعوش الكلام، وقربوا من المكان اللي بابا طارق قال لهم ما تقربوش منه، وكان ممكن يحصل لهم مشكلة كبيرة لولا ان ربنا ستر. الحمد لله ربنا ستر، الحمد لله ما حصل لناش حاجة، كان ممكن يحصل لنا مشكلة. الحمد لله يا اصحابي الحمد لله، خير خير كله خير، امال فين بابا؟ انا هو يا سيدي،
قلتلكوا ألف مرة ما تروحوش وتسمعوا كلامي وما تروحوش في المكان ده، وبرضو ما سمعتوش الكلام ورحتوا، وده يعلمكوا درس ان انتوا ما تعملوش حاجة تاني انا ما قلتش عليها. خلاص يا بابا احنا اسفين وعمرنا ما هنعمل كده تاني، واللي حصل حصل، بس احنا تعلمنا الدرس. معلش يا اونكل سامحنا بقى. خلاص يا عم والله سامحنا. خلاص سامحتكم. والولاد يا أصحابي اتعلموا الدرس وبقوا كل يوم صح يروحوا يلعبوا زي ما هم عاوزين، لكن هم مش معرضين نفسهم لأي خطر، بيلعبوا ويهزروا ويضحكوا كل حاجة جميلة لكن من غير أي خطر، ويرجعوا تاني للسفينة بتاعتهم والأهلهم وهم مبسوطين. وباباهم دايما كان عنده حق لأن هو الكبير، وده يعلمنا يا أصحابي إن إحنا دايما نسمع كلام الكبار، لأن هما بيفهموا أكتر مننا وعندهم تجارب أكتر مننا. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، ويا رب تكون عجبتكم، وأشوفكوا في حدوتة تانية من حواديت أنتي لومي. باي باي.